الانتصاريه وزيد احنا لكم هذا قطاع التضامن كنتمنى هذه العمليه باش نعموا كل الممرات يكونوا لذوي الهمم في 35 شاطئ. وكان في كل شاطئ كنتبناه كل بلديه كل شواطئ بلديه تبناها مركز من مراكز قطاع التضامن بالتنسيق مع البلديه المعنيه ومع جمعيه البلديه هذيك. مثلا هذا الممر اللي راكم تشوفوا فيه راهو كان الاعانه من طرف بلديه جيجل عمالها ومنتخبها، جمعية الصيادين وجمعية محمد طاهر الساهلي ومركزي طفولة المسعفة جيجل ومركز أطفال ذوي الإعاقة الذهنية جيجل. نظن باللي توفقنا نوعا ما في إنجاز هذه الممرات على عبر الشواطئ كاملة، وإن شاء الله العام الجاي نحسن يكون أحسن من هذا إن شاء الله. كشفناها فرحنا بزاف، وأطفال مثل بنتي كانوا قبل يعانيوا بزاف من المشكل هذا، ما كانش متوفر عليه الامور هذه باش يقدموا حتى لابلاج يتمتعوا كما الاولاد الكل، وماذا بينا تعملوا في الشواطئ الكل. طازج حلة جديدة وذوق اروع. زيرتوب اول قناة الكترونية في الجزائر.